مأساة جديدة تضاف إلى مآسي النازحين في العراق تكتب سطورها وزارة التربية هذه المرة، فقرارها الصادر مؤخراً بأن تكون سنة 2018 آخر سنة لوجود الطلبة والمدرسين النازحين في مدارس محافظات كردستان العراق أرقت الطلبة وأهاليهم، ودعا المقيمين منهم في محافظة السليمانية للتظاهر أمام مبنى ممثلية التربية رفضاً لهذا القرار. المدارس إذا سدها أكو ناس هواي راح تبقى هنا ما تقدر ترجع المحافظات، فراح يظلون بدون دراسة. محافظاتنا أول شيء تعبانة، أمان ماكو، يعني عيشة كلش مو زينة هناك. عندنا هواي ناس هناك ونعرفهم ما حد راح وبقى بيها إلا ورجع، لأن العيشة ما ترهم. الطلاب النازحون في محافظة السليمانية وجدوا قرار وزارة التربية مخيبا لأمالهم وطموحاتهم، خاصة وأن الكثيرين منهم رسموا الخطوط العريضة لمستقبل أيامهم. احنا هسه اذا لغى هذا اذا يعني اذا لغت الممثليه ولغت هاي المدارس احنا وين نروح؟ مستقبلنا راح يضيع. انا هاي السنه متامله انه اكمل سادس، السنه تجي انا بالكليه، اذا لغى هذا القرار احنا ايش راح يصير بمستقبلنا؟ قرار وزاره التربيه هذا لم ينل كذلك رضا المدرسين في المحافظه الذين اعتبروه قرار مصالح احزاب ترتبط بمآرب انتخابيه. ليش يعني هسه نزل هذا القرار؟ ما نعرف، يمكن اكو ضغوطات مال الانتخابات، ضغوطات سياسيه عليه. ويبقى مصير الطلاب النازحين في هذه المحافظه رهين قرارات حكوميه يرجون واهاليهم الا يطالهم سوء نتائجها.